أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. صدق الله العلي العظيم. من منا لا يحب أن يكون له شريك أمين مبارك؟ كلنا نحب ذلك. الشراكة بركة. الناس لا يحبون أن يكون لهم شريك غير أمين. الناس لا يحبون أن يكون لهم شريك غير مبارك. أما أن يحصل شخص على شريك أمين مبارك، هذا الشخص يرى نفسه محظوظا أنه حصل على هكذا شريك. هذه يعتبرها نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فكيف إذا كان للإنسان شريك ليس مباركا عاديا، إنما هو مصدر كل بركات الكون؟ ليس هو أمينا عاديا، إنما هو في الأمانة وغيرها أفضل أعظم ما خلق الله عز وجل. هكذا شخص يكون شريكا في الإنسان، شريكا في أموال الإنسان معه. كم هذه النعمة كبيرة. الله عز وجل هذه النعمة أعطانا إياها. الله عز وجل جعل لنا شريكا هو مصدر بركات الكون، وهو أعظم خلق الله أمانة. الخمس معناه هذا،
معناه أن إمام زمنك في أي زمن أنت؟ إمام زمنك هو شريك معك في الأموال، الله جعل هكذا شراك. نحن ننظر إلى الخمس من منظار تكليف شرعي، وبالفعل هو تكليف شرعي، تكليف شرعي ورد في القرآن الكريم بصريح العبارة وفي الروايات الشريفة الكثيرة، هو تكليف ولكن ليس مجرد تكليف. الخمس نعمة، بل منا نعمة كبيرة، كما أننا ننظر إلى الصلاة من منظار تكليف شرعي، الصلاة تكليف شرعي ولكن الصلاة نعمة أيضا. بعضنا لا يدرك هذا، لا يغير الحقائق، الصلاة نعمة، نعمة كبيرة. الصيام ننظر إليه بعنوان تكليف شرعي، وبالفعل هو تكليف شرعي ولكن الصيام نعمة. الفرائض هي تكاليف شرعية وفي نفس الوقت هي نعم. الخمس نعمة، 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 ما أعظمها من نعمة. أعظم خلق الله في زماننا يكون شريكا معنا في أموالنا، كم هذا جميل، كم هذا رائع. هذه أموال الله عز وجل قادر على كل شيء، كان يتمكن أن يوصلها إلى الإمام من دون أن يمر بهذه الأموال على أيدينا، لا، الله عز وجل جعل هذه الحصة من أموال الإمام في أيدي الناس وأمرهم أن يؤدوها. من هذه، هذه نعمة كبيرة. لكن النعم إذا تعامل الإنسان معها تعاملا غير صحيح قد تنقلب إلى نقم. عامة النعم هكذا، أي نعمة كبيرة صغيرة، وكل نعم الله كبيرة. النعم إذا تعامل الإنسان معها تعاملا غير صحيح قد تتبدل وتنقلب وتنعكس إلى نقم. هي تبقى نعمة إذا تعاملت معها تعاملا صحيحا. الخمس نعمة، إذا تعاملت معه تعاملا صحيحا تبقى نعمة، تبقى مصدرا لبركات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما إذا تعامل الإنسان مع هذه النعمة تعاملا خاطئا سيئا، العياذ بالله، قد تنقلب. البعض يقول أنا لا أدفع الخمس، أدفع الخمس لوكلاء المراجع وهم يستملكونه لأنفسهم بصورة محرمة، لماذا أعطيه هو يأكل الخمس، أنا أكل، أنا أولى به. أولاً هذا المنطق بالضبط مثل منطق أولئك الذين سلبوا بنات الإمام الحسين، سلبوا حتى الأقراط من آذانهن، وكان أحدهم يقول إذا أنا لم أسلب شخص آخر يأتي ويسلب.
هذا المنطق بالضبط مثل ذاك المنطق، كمنطق نفس المنطق. يقول لماذا غيري يأكل أموال الإمام، أنا أكل أموال الإمام حراما؟ لكي لا يأكل ذاك أموال الإمام حراما أنا أكل أموال الإمام حراما. هذا المنطق ليس مثل ذاك المنطق، لأنه يوجد مجرم، لماذا هو يرتكب الجريمة أنا أرتكب الجريمة؟ ثانيا، الاستيلاء بالطريقة المحرمة على أموال الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا شيء قديم كان في عصور المعصومين أيضا صلوات الله عليه. منذ اليوم الذي غصب فداك وغصب البعض فداك إلى يومنا هذا أنت تغصب أموال الإمام، القضية ليست جديدة. في وكلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان أناس يغصبون، كان أناس يأكلون أموال الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالحرام. علي بن أبي حمزة البطاني من كان؟ كان وكيلا. زياد القندي من كان؟ كان وكيلا. كم من أموال الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أكل هؤلاء هذان وغيرهما؟ فإذن في ذاك الزمن أيضا الناس كان لهم أن يقولوا هكذا كلام، لماذا هو يأكل، لماذا علي بن أبي حمزة البطاني يأكل، أنا أكل، لا يعطون الخمس، كان من حقهم ذلك؟ ثالثا، اتهام مؤمن واحد يعتبر من الكبائر، فكيف باتهام مجموعة من المؤمنين؟ أنا لا أقول لا يوجد مجرم، أنا لا أقول لا يوجد سارق، ولكن تعميم السوء، تعميم الشر على فئة من الناس، فئة من الناس المؤمنين، هذه جريمة أصلا. أنت رأيت وكيل مرجع كان غير متدين، كان شخص سيء، تعمم الحكم على كلهم، هذه جريمة. في كل زمن يوجد أناس مجرمون، أناس لا يتقون الله عز وجل، ولكن تعميم الحكم على كل هذه الفئة من المؤمنين بأي حجة هذه؟ كما يوجد أناس مجرمون يوجد أناس صالحون، يوجد أناس يحتاطون أيما احتياط، يخافون الله سبحانه وتعالى أيما خوف. رابعا، أنت لا تريد أن تعطي الخمس لوكلاء مرجع، لا بأس، أحسن اذهب أعطي الخمس للمرجع نفسه، هذا أحسن أصلا، أحسن حتى للوكيل، لست ملزما أن تعطي للوكيل، اذهب أعطي الخمس للمرجع. الخمس أموال الإمام أرواح العالمين له الفداء في هذا العصر، الذي يتمكن في عصور آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم، بعض الناس كان يتمكن يذهب يعطي الخمس للإمام نفسه، وكان هناك وكلاء للإمام صلوات الله عليه، لكل إمام في زمنه وكلاء، الشخص يعطي الخمس لوكيل الإمام. في هذا الزمن لا طريق لنا إلا أعطاء الخمس لوكيل الإمام، مرجع التقليد، لا تعطي لوكلاء المرجع، لا بأس، اذهب أعطي للوكيل الأصلي. بهذه الحجة أريد أن أخدع نفسي، ولا أخدع نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أريد أن أخدع نفسي بأنه لا أريد أن أعطي الخمس.
الخمس نعمة، ولكن التعامل السيء مع هذه النعمة يقلبها إلى نقمة. نقطة ثانية ذكرنا، وهذا ما ذكره الفقهاء بتفصيل في الكتب الفقهية، الخمس شراكة، شراكة حقيقية بين الإنسان وبين إمام زمانه. الله عز وجل جعل أموال الإمام شطرا من أموال الإمام، أرواح العالمين له الفداء، في أيدينا، في يد كل إنسان على وجه الكرة الأرضية يملك ولو درهما واحدا. الله عز وجل جعل هذه الشراكة، وهذه الآية المباركة واضحة، آية الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لام الملك تفصيلها في كتب التفسير، في كتب الفقه. فأن لله، لام هذا لام الملك، هذه شراكة. بعضنا حتى ممن يدفع الخمس لا نستوعب الشراكة، عملنا لا ينبئ عن استيعاب أن هذه شراكة حقيقية. هذا الشطر من الأموال ملك لإمام زماني، جعله الله سبحانه وتعالى، الله المالك. ما ملكني هذا الشطر؟ الأموال التي تأتي بيدي خمسها الله عز وجل ما ملكني، هذا ملك غيري، هذا ملك إمام زماني. في زمن النبي صلى الله عليه وآله ملك للنبي، في زمن أمير المؤمنين ملك لأمير المؤمنين، في زمن كل إمام ملك لإمام زمانه. بعضنا حتى ممن يدفع الخمس هذا المعنى لا يلمسه، تصرفاته تنبئ عن أنه لا يدرك هذه الشراكة، شراكة، شراكة حقيقية. الشراكة هو المالك، هو الشريك المالك لهذه الحصة، هو الذي يعين ماذا أصنع بهذه الحصة. أي شريك يقول أنا شريك معك، هذه الحصة وهي حصتي ملكي، أصنع بهذه الحصة كذا، خلاص. الآية المباركة بيّنت، آية الخمس بيّنت أن خمس ملك طلق، ملك كامل للإمام. تفضلا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قالوا لا بأس، أنت يعني هذا ما استفاده الفقهاء العظام من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنت اصرف من هذا الخمس من أموالك ومن أموالي، أموال الإمام، إلى سنة، إلى رأس السنة، إذن لطف حاجاتك المحللة للشيء الحرام، الإمام لا يأذن بالحرام، الحاجات المحللة اصرف من أموالي، من أموال الإمام هذا الخمس، إلى يوم رأس السنة، عندي إذن. أنا يوم أول شهر رمضان خمست مثلا، إذا يوم خمس يوم أول شهر رمضان، الأموال التي أحصل عليها إلى أول شهر رمضان القادم أصرف منها، ما أخرج من، يعني أذن الإمام صلوات الله عليه حسب تعبير الفقهاء إرفاق، أذن الإمام أنه من هذا اليوم إلى هذا اليوم إلى مثل هذا اليوم في السنة القادمة لا تدفع الخمس، اصرف، اصرف في حاجاتك، مأكل، ملبس، زواج، سيارة، سفر، أي شيء من حاجاتك المحللة اصرف. صار يوم رأس السنة عندك إذن بتأجيل وتأخير الخمس يوما واحدا، ما عندك إذن. هذه الحصة أليست ملك للإمام؟ إلى هذا اليوم، إلى أول شهر رمضان كنت أصرف، أول شهر رمضان صار مثلا يوم خمسي، لي الحق أن أؤجل تسديد إعطاء الخمس يوما واحدا؟ ما عندي إذن. هكذا نتعامل نحن.
حتى الذي يخمس. لا بأس أسبوع وأجله أسبوع، شهر ما صار شيء. نعم صار شيء، كان عندي إذن إلى يوم أول شهر رمضان، بعد أول شهر رمضان اليوم الثاني من شهر رمضان، لماذا أنت أجلت إعطاء ملك غيرك له وهو ما أذن لك في هذا اليوم، في هذه السنة الكاملة تفضلا منه أذن لك ليكن عندك، بل اصرف منه أيضا. بعد هذا اليوم ما عندي إذن، كيف أؤجل؟ هذا ينبئ عن أننا لا ندرك الشراكة، لا نستوعب أنها شراكة حقيقية. بعضنا ماذا يصنع؟ يشتري بضاعة بكل هذه الأموال التي جزء منها ليس ملكا لي، وهو يعلم أنه إلى يوم رأس سنته لا يتمكن أن يبيع هذه البضاعة، يعني لا يتمكن أن يؤدي خمسه بأي حق. إمامك أذن لك أن تصرف إلى يوم رأس السنة، أنت تصنع شيئا وأنت تعلم أنه بهذه الطريقة لا تتمكن في يوم الخمس أن تؤدي الخمس. هذا معناه أن الشراكة ما فهمناها، ما اعتبرنا الإمام أرواحنا فدا شريكا لنا. لو كان شريك آخر كان يقول لي هذه الكلمة، كنت أشتري من أمواله بضاعة، أقول له لا ما تمكنت أن أبيعها، يقول من البداية أنت كنت تعلم أن هذه البضاعة لا تتمكن أن تبيعها، لماذا اشتريت؟ قبل أن تشتري هذه البضاعة افرز حصتي، أنا أعطيت لك إذنا أن تصرف من أموالي إلى يوم معين. البعض ماذا يصنع؟ بعض المؤمنين، لا أتحدث عن ناس بعيدين، يدخل في كل مع كل هذه الأموال التي جزء منها فيه شريك، والشريك ما أذن لي أكثر من سنة، يدخل في تجارة لثلاث سنوات وهو يعلم أنه خلال ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات لا يتمكن أن يكسر هذه الشراكة هذه التجارة، كيف تدخل؟ بأي إذن؟ الإذن جاء إلى سنة، أنا من البداية أدخل في تجارة، هذه التجارة من البداية يقولون لي أعطنا أموالا إلى ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات سبع سنوات لا تتمكن أن تسحب شيئا من هذه الأموال، والشخص ما عنده أموال أخرى يخمس بها، عندك إذن من صاحب المال؟ أقول لا ندرك الشراكة، هي شراكة لكن عملنا لا ينبئ عن وجود شراكة. أشتري شيئا استثماريا، دار استثمارية مو دار سكن، لا دار استثمارية شقة استثمارية، وأنا أعلم أنه في يوم رأس السنة ما أتمكن أن أسدد خمس هذه الشقة هذه الدار، خمس هذه الدار ملك للإمام لأنني اشتريت هذه الدار بأموال خمسها للإمام شريك عندي، كيف أشتري؟ وقس على هذا أمثلة أخرى، عمليا لا نعتبر الإمام أرواح العالمين له الفداء شريكا في أموالنا، هي شراكة تتحقق كما في الحديث الشريف، هي والله الإفادة يوما بيوم، شراكة في كل صغيرة وكبيرة من الأموال، شراكة حقيقية في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير في رواية شريفة أخرى. عندي إذن لا بس، لطف من الإمام، ما قال لك كل ما حصل لك فورا خمس، هو حسب الآية القرآنية كل ما يحصل يجب تخميسه، الآية القرآنية ما قالت إلى يوم رأس السنة، قالت واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي شيء غنمته، يعني اليوم غنمته يلزم أن تخمس، غدا غنمت شيئا يلزم أن تخمس. صاحب الخمس وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، الأئمة خففوا أو إرفاقا أو لطفا قالوا لا بأس أنت أصرف من هذا الخمس إلى يوم رأس السنة، خلاص
جانب آخر، عندما أقول أحيانا التعامل السيء مع النعمة يقلب النعمة إلى نقمة، بعضنا يخمس، لا ملتزم، يدرك معنى الخمس، يدرك الآية القرآنية أهميتها، ولكن يقول لماذا أعطي للمرجع؟ أنا أصرف الخمس. كيف تصرف الخمس؟ ملك من؟ ملك إمام زماننا. أنا أصرف بما يرضي الإمام، أرواح العالمين له الفداء. أنت تفهم ما الذي يرضي الإمام؟ كم من روايات الخمس قرأتها ودققت فيها وبحثتها؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يصرفون الخمس في أي مجال؟ تفهم؟ تعرف؟ يا أخي، الفقهاء الذين صرفوا شطرا من أعمارهم في هذه الروايات الشريفة يخافون. أنا بدون معرفة، لا، أنا أعرف فقراء متدينين مؤمنين، الإمام راضي. من أين تعلم الإمام راضي؟ الإمام قال لك؟ رواية موجودة تقول لك أنا راضي؟ من آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم؟ كيف تقول أنا أعلم أن الإمام راضي؟ ثم لنفرض أنك بحثت وصلت إلى درجة من المعرفة، أهل البيت كيف كانوا يصرفون الخمس فرضا. المشكلة ليست في الحالة العادية، المشكلة في حالة التزاحم، والتزاحم دائما موجود إلى يوم الظهور الشريف، موجود التزاحم من أيام الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يا أخي، يوجد شيء مهم ويوجد شيء أهم منه، تشخيص الأهم من المهم. الفقيه المتضلع صعب عليه، قد لا يكون تشخيص أصل محبوبية شيء صعبا، ولكن إذا دار الأمر بين أمرين، إما هذا أو هذا، الأشياء التي ترضي الإمام كثيرة، أصرف في هذا المجال أم في هذا المجال؟ من أين تعلم أن هذا المجال هو المرضي في حالة التزاحم؟ يا أخي، في حالة التزاحم، التزاحم صعب جدا، تشخيص الأهم من المهم من أدق الأمور الفقهية. الفقيه يخاف، الفقيه يرتبك، الفقيه يبكي، هذه أموال الإمام ليس أمواله، أنت تصرف مال غيرك بدون إذن. الإمام أذن لك؟ لا بأس، حسب تشخيصك. هو الإمام أذن؟ الإمام أذن لك؟ توجد رواية من آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم من الإمام أرواح العالمين له الفداء إذن أنني أصرف، أنني حسب تصوري، حسب اجتهادي، حسب رأيي أصرف الخمس؟ جئني برواية واحدة. يا أخي، الله عز وجل كفاك، أنعم عليك بنعمة. الفقيه يتعب ويتحمل مسؤولية، خلاص الحمد لله، أنا تكليفي أسلم الخمس، كيف يصرف الخمس؟ علي، الحمد لله، الله عز وجل ما كلفني بهذا الشيء، اشكر ربك. بعضنا لا أعلم كيف يفكر، الله عز وجل ما كلفك بصرف الخمس، كلفك بإعطاء الخمس، الحمد لله. صرف الخمس ليس سهلا، نتكلف ما لم يكلفنا الله عز وجل به. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة موجود عنده عبارة عجيبة عجيبة، يقول صلوات الله عليه: فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر. هذا عجز، هذا الجهل. يا أخي، الله عز وجل كلفك بشيء ولم يكلفك بشيء، أنا أتكلف الشيء الذي ما كلفني الله عز وجل به، لماذا؟
هي واجباتك أدها، فما تكلف شيئا ما أوجبه الله عز وجل عليك. الإمام يقول لعجز حاضر ورأي متبر، متبر يعني مهلك، فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي، الله عز وجل كفانا. الإمام أرواح العالمين فداه ما كلفنا بصرف الخمس، الله عز وجل كلفنا بإعطاء الخمس، خلاص الحمد لله. لو طلب مني أن أتصرف، لا أقول طلب يعني طلب أمر واجب، المفروض أنني أتخلى، أقول لا هذا ليس واجبا علي، في أمان الله، هذا المال في أمان الله، يوم القيامة هو يحاسب، لماذا أنا أحاسب؟ لا أنا أريد أن أدخل رأسي في شيء الله عز وجل ما كلفني به. عجيبة عجيبة، هذا المال لا أعرف المكان العجيب لهذا الشيء التافه في نفوس الناس. الآية المباركة التي توجنا بها الحديث عجيبة، وإن كثيرا ليس قليلا، كثيرا، وإن كثيرا من الخلطاء شراكة، الخمس شراكة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ظلم، الشريك يظلم شريكه كثيرا، مرة تظلم مؤمنا عاديا هذا قبيح من أقبح الأشياء، مرة تظلم سيد المؤمنين. وإن كثير، حقيقة آية جدا جدا عجيبة، لعلي أقول فريدة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يوجد استثناء؟ نعم يوجد استثناء، خب الحمد لله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله عز وجل ما ترك القضية، ثم ماذا قال؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، العياذ بالله. الآن لا أتذكر أنه مثل هكذا عبارة موجودة في القرآن الكريم، توجد أشياء سيئة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما بعد ذلك الله عز وجل يقول وقليل ما هم، نعم فلوس مال مشكلة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نسأل الله أن نكون من هذه القلة، لا نكون من تلك الكثرة، وإن كثيرا من الخلطاء. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بصاحب الأمر أرواح العالمين فداه، اجعلنا ممن يرضي صاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.